تشهد معارض أهلا رمضان في مدن دمياط إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية. وتوفر المعارض كميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المحافظة. هذا وتصل التخفيضات بالمعرض بين 20 و30%، وتضم أكثر من 50 قسما لتلبية كافة احتياجات المواطنين. بنوصل النجاحات في معرض أهل رمضان بتقديم سلع مخفضة بجودة عالية وبأسعار في متناول المواطن البسيط من لحوم وخضروات وأسماك ومنتجات غذائية من رز وسمنة وعلافة وجميع أنواع المنتجات الموجودة في المعرض بأسعار مخفضة جدا 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 وبجودة عالية جدا. فيه طبعا فيه لحوم وفيه بيض وفيه زيت وفيه كل شيء موجود هنا، حتى البهارات موجودة في المدخل والناس كلها بتاخد منها والاسعار مناسبه جدا. المعرض بسم الله ما شاء الله متوفر فيه، اهم حاجه ان في سلع تكون متوفره للناس يعني، والحمد لله موجود، زيوت موجوده، سكر موجود، دقيق موجود، رز موجود، ما فيش اي ازمه في اي حاجه الحمد لله. جبت رز الاسعار كويسه ما شاء الله، وجبت طماطم، وجايب امبارح برضه خضار تاني، وجايبه كحك بعجوه ما شاء الله، والانتاجات جميله وكله في البيت ما شاء الله، حاجتهم جميله ما شاء الله يعني.